السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. حلقتنا اليوم أنعم بها من دار الناس طيبين، دار الكرم والجود عالي قدرها، صحم. صحم هي أرض المحبة، يهنى بها سكانها وزوارها. التحدي كان شعاره، والوصول للقمة غايته. تحدى النفس ووصل للقمة رغم كل المسافات ورغم قلة الملاعب، ولكن نجح بتقدير امتياز، وصل إلى أفضل لاعب ارتكاز في السلطنة والخليج. إنه نجم النجوم الكابتن محمود الصولي من ولاية صحم. يا شب الليمون يا خير النعم، يا عروس الباطنة صحم، إن بحروس ولود من عيدنا الميمون كل يبتسم. يا شب الليمون يا خير النعم، يا عروس الباطنة صحم، إن بحروس ولود من عيدنا الميمون كل يبتسم. عيدنا الميمون كل يبتسم. كبداية كل لاعب طموح في الوصول إلى تحقيق الحلم الذي يراوده نجمنا الكبير محمود الصولي. الحب الذي كان يراوده منذ نعومة أظافره عندما كان يرمي بكلتا يديه الكرة جعلته يفكر كثيرا في الحارة التي يسكن فيها بلعبة كرة السلة، وكيف يتعلمها بالشكل الصحيح. وعند دخوله إلى المدرسة وفي المرحلة المتقدمة بدأ يمارس اللعبة في حصة الرياضة المدرسية، وتعلم الكثير من معلم المادة، ومن ثم تم اختياره ليمثل المدرسة في دوري المدارس التي تنظمه مديرية الباطنة الشمال. ومن ثم بدأت الأعين تراقب المراد، وبالفعل بدأت عملية التحدي، حيث أنه انضم إلى النادي العريق في لعبة كرة السلة وهو نادي نزوة. محمود الصولي. رغم المسافة بين ولاية صحم وولاية نزوة، ولكن الشعار الذي اتخذه نجمنا فرض عليه أن يكون بعيدا عن الأهل والأصدقاء وهو في عمر صغير. هيبة والله يخوف، يقول وما يطوف. بدأ مشوار احترافه في نادي نزوة العريق الذي من خلاله عرفت الجماهير العمانية العاشقة للعبة كرة السلة أن في نجم قادم في سماء كرة السلة العمانية. بسم الولي العالي، بسم الله علينا الأزرق غالي، اي والله بسم الولي العالي، بسم الله علينا الأزرق غالي، اي والله هذا الازرق ياكم جهزوا كاس الذهب. هيبة والله يخوف، يقول وما يطوف. العمانية وحقق العديد من الانجازات مع هذا النادي العريق، حيث انه فاز بلقب الدوري العماني في 6 مناسبات. بسم الولي العالي، بسم الله علينا الأزرق غالي، اي والله بسم الولي العالي، بسم الله علينا الأزرق غالي، اي والله هذا الأزرق ياكم جهزوا كاس الذهب. كذلك فاز بلقب درع الوزارة في 5 مناسبات على مستوى الفريق الأول. هيبة والله يخوف، يقول وما يطوف.
لعبه والله يخوف ويقول وما يطوف، هيبه والله يخوف ويقول يقول. باسم الولي العالي وعلينا الازرق غالي، باسم الولي العالي علينا الازرق غالي، هذا الازرق يا على مستوى فئة الشباب فاز ببطولتين على مستوى السلطنة. كانت هذه النتائج نتائج مشرفة أسعدت جماهير نزوة وكذلك الداعمين لهذا النادي العريق، ومن ثم فكر في تجربة أخرى في عالم الاحتراف لكي يواصل في تحقيق النجاح الذي كان يراوده منذ الصغر في تحقيق التحدي والوصول إلى القمة في لعبة كرة السلة، وبالفعل احترف في نادي السيد. سكر حليب وناوي على الفوز ناوي، الوقت حان من جديد نبدي، كان الاوان للبطل نغني، هذا بطلنا والفخر رمز البطولة، البطل عشق البطولة. النادي المتميز رياضيا وصاحب الانجازات في كل الالعاب الرياضية، حيث انه حقق معه بطولة الدوري وما تغير بالسنين، بالارادة بالرجولة وبالشباب عيون، وكذلك بطولة فرع الوزارة. غالي سيبا والبطل رمز البطولة، رمز البطولة سيباوي يجرح يداوي، سيباوي يجرح يداوي. ومن ثم احترف في نادي أهل السلام وحقق معه بطولة درع الوزارة. وبعد ذلك عاد إلى نادي السيب وإلى يومنا هذا وهو من ضمن أفراد لاعبي نادي السيب. البطل سيباوي يجرح يداوي، سكر حليب وداوي عن فوق. أما مسيرته مع المنتخبات الوطنية، فالتألق في نادي نزوة ساعد كثيرا نجمنا في الوصول إلى تمثيل المنتخب الوطني لكرة السلة لفئة الشباب، وشارك في العديد من المشاركات الخارجية والداخلية، ومن ثم تدرج إلى المنتخب الأول، حيث أنه شارك مع المنتخب الأول في 11 مناسبة من تصفيات كأس آسيا في الصين، وكذلك تصفيات كأس آسيا في مملكة البحرين، وكذلك بطولات الخليج، وكذلك أولمبياد الخليج. الربع الثاني، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على الاستضافة. والله بعدين صح بدينا قوي، بدينا برتم عالي، يمكن ما كان عندنا نفس المباريات، ما عسكرنا يعني مع فرق قوية لعبنا ولا شيء، هو نفس المباريات ما كان عندنا، ولا الحمد لله الشباب ما قصروا، إن شاء الله القادم أحسن، عندنا الأحسن إن شاء الله كبداية مشوار الحمد لله. المنتخب العماني الكوتش عمار الكثيري وايضا محمود الصولي كابتن المنتخب العماني من ضمه لنا. جميله جدا لمنتخب عمان هي الصولي. هي منتخبنا الوفي يا صقر الملاعب بعون الله غالب تتخطى المصاعب، يا منتخبنا الوفي الملاعب اجتدي العماني رتب طب النصارى الدسي لمنتخبنا الوفي. الملاعب هذه جماهيرك بالنصر تدعي لك بعون الله.
كذلك شارك في أكثر من بطولة خليجية مع نادي نزوة وحقق نتائج مقبولة. كذلك شارك مع نادي أهلي سداب في البطولة العربية بلبنان. أما بالنسبة للإنجازات الفردية فإن نجمنا حقق 5 جوائز فردية كأفضل لاعب ارتكاز بالسلطنة في جميع مسابقات اتحاد السلة العماني. التحدي الذي فرضه على نفسه لكي يكون نجما متألقا في سماء كرة السلة العمانية ونموذج لكل الأجيال التي تريد أن تسعى لكي تحقق النجاح في عماننا. مبروك يا بلادي، مبروك مبروك يا عمان. نجم النجوم محمود الصولي، ارفع لك قبعتي لانك مثال يحتذى به للمجتهد الذي يحب ان يصل ويحقق النتائج المبهرة رغم قساوة الطبيعة والظروف. تركت الاهل والاصدقاء لكي تجعل لك اسم في رياضة أنت عشقتها بجنون، وبالفعل أصبحت نجم الكل يشيد بيك. سعيت فكان السعي مشكورا، جعلت المستحيل حقيقة، قبلت التحدي مع النفس وحققت المراد لك وللأندية التي لعبت فيها. كل التقدير والثناء والاحترام بعدد قطرات المطر على كل ما عملته لكي تصل إلى النجاح من أجل كرة السلة العمانية، وأسأل الله لك التوفيق في تحقيق البطولات مع منتخب بلادك وناديك. حلقتنا اليوم انتهت، نلتقي غدا مع نجم جديد. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.